مساء الفل او صباح الفل. انت ليه يا عم مالك متحمس كده ليه للفرق العربية؟ ايه يعني ما في ايه؟ ما انتوا طول السنة عمالين تشتموا في بعض، كلام غريب الواحد بيسمعه بصراحة بخصوص النقطة دي. طبعا ده بعد ما شفنا الأداء السعودي العظيم اللي عملوه قدام الأرجنتين، والتوانسة قدام الدنمارك، والمغرب قدام كرواتيا. فتلاقي ناس تطلع تقولك الحماس دلوقتي خدكوا، يعني انتوا دلوقتي جامدين قوي والوطنية ضربة معاكوا اه يا عم احنا جامدين قوي وبنحب بعض. فكرة ان الاهلي والترجي طول السنة بياكلوا في بعض، والوداد والترجي بياكلوا في بعض، والزمالك والرجاء والزمالك والوداد والزمالك ده طبيعي، ده طبيعي والله، وشايفه بتاع اي انسان سوي المفروض انه بينتمي. انت بتشجع ليه الاهلي؟ عشان انت منتمي لهذا النادي. هو مش فيه لعيبة كويسة في الزمالك؟ اه زيزو لعيب كويس. هو مش فيه لعيبة كويسة في الترجي؟ اه محمد علي بن رمضان لعيب كبير. مش فيه لعيبة كويسة في الوداد؟ اه التجناوتي حارس ممتاز. لكن انت لما بتيجي تتكلم على الاهلي وهو بيلعب ما بتبقاش شايف غير الاهلي. هل ده يقلل ابدا من قيمة الناس اللي انا قلت عليهم؟ اطلاقا اطلاقا. لكن انا دلوقتي كمصري لما اشوف في تونس بتلعب، ولا المغرب بتلعب، ولا السعودية، ولا قطر، ولا حتى الجزائر لما كانت بتبقى مشاركة وبيلعب قدام ليونيل ميسي، ايه العيب ولا ايه المشكلة ولا ايه الضرر اني اشجع امبولحي على ميسي؟ ده يضايقك في ايه؟ ده يزعلك في ايه؟ شوالي كان ليه تعليق عظيم: امي ليست شقراء ولست مولودا في اوروبا، انا عربي واشجع لغة الضاد وكل من انتمى للغة الضاد وتنسي الهوية، واشجع كل بلاد افريقيا لانهم عالم ثالث ونحن عالم ثالث، وانا ادعم كل اللي قاله عصام الشوالي. زعلان انت من ايه؟ متضايق من ايه؟ انا يا سيدي بشجع الوطن العربي، بحب كرة العرب، كنت فخور جدا بالجزائر قدام المانيا في 2014، وكان نفسي يكسبوا المانيا ومانويل نوير شبكته تتهز، رغم ان قبلها كنت ممكن اكون بشجع البايرن على حساب برشلونة عادي جدا. ده يزعل بني ادم عربي عاقل في ايه؟ انا بصراحة مش فاهم. عندك خلافات مع قطر، عندك خلافات مع الجن الازرق، لكن شايف قطر بتعمل حاجة في منتهى العظمة وكتمة انفاس كل بتوع اوروبا اللي جايين يشزوا عندنا في وطننا العربي. ليه ما اقولش لقطر شكرا وبرافو؟ اه بفلوسهم بفلوسهم. ده يزعلك انت كعربي في ايه؟ يا عم روح شجع اللي انت عايزه، لكن مالكش دعوة بينا بنحب مين وبنشجع مين. لحظة جون السعودية خش اتفرج على الفيديوهات بتاعت الناس في كل الوطن العربي، ولا كأن بلدهم اللي جابت جون. شفت فيديوهات في اليمن والسودان وفي مصر والجزائر، كل دي دول ولا واحدة منهم دخلت كأس العالم. ده في دول منهم عمرها ما هتشم كأس العالم أصلا، لكن ياسر سالم الدوسري اللي ما جاب الجول كأنه متعب اللي جاب الجول، كأنه سليماني اللي جاب الجول ولا محرز اللي جاب الجول. ما تسيبوا الناس تشجع براحتها، خلونا نفرح براحتنا. يعني انا، هي تونس هتاخد كاس العالم؟ تونس مش هتاخد كاس العالم. السعوديه هتاخد كاس العالم؟ لا مش هتاخد كاس العالم. فرحه مؤقته يا سيدي، ما تسيبنا نفرح فرحه مؤقته. انت زعلان في ايه؟ ما احنا طول الوقت عايشين في هم وقرف، ما تسيبنا نفرح يا اخي. هو انا دلوقتي لما في فرقه صغيره في دوري مصري مثلا وجمهورها صغير وعلى قده وما بياخدوش بطولات ويكسبوا الاهلي وياخدوا منه 3 نقط، هل الفرقه دي هتاخد الدوري في الاخر؟ لا. هقول لجمهور بتفرح ليه؟ انت مالك يا اخي، ما تسيبهم يفرحوا، ما تسيبهم يفرحوا يا اخي. الكره دايما بتجمع ما بتفرقش. هو لما جنوب افريقيا استضافت كاس العالم في 2010، هل جنوب افريقيا دي هتاخد كاس العالم؟ لا. الفرحه بقى اللي انا كنت شايفها في افريقيا كلها دي ليه؟ ناس مبسوطه للناس، مستحرمين على الناس تفرح للناس. انتوا مجانين يا جماعه. ما نفرح يا عم للسعوديه، ما نفرح لتونس، نفرح للمغرب، ونزعل على قطر لما خسرت. انت زعلان ومتضايق ليه؟ زعلان ومتضايق ليه؟ ما تسيب الناس تفرح يا اخي. انا عارف ان الحاله العامه فرحه والناس مبسوطه وان الاقليه هم اللي بيتكلموا في اللي انا بقوله ده، بس انا كلامي متوجه للاقليه دول. ما تفرح يا اخي معانا، مش عايز تفرح معانا سيبنا في حالنا. الموضوع بسيط، مش مضايقينك في حاجه. انت بتشجع ليونيل ميسي، بتشجع هاري كين، بتحب مانويل نوير، بتعشق دي بروين، هاف فن براحتك. انا يا عم بحب الياس خيري وبحب المعز علي ومن عشاق يا سيدي سفيان بوفال. انت مالك؟ انا حر يا اخي. دي كوره ملهاش كتالوج، الكوره ملهاش كتالوج. انا راجل انتمائي دمي كله اهلي،
بس بحب الترجي. انت زعلان ليه؟ مضايقك في ايه ده؟ ده يزعلك في ايه؟ يا عم انا حر، انا حر، براحتك، براحتي، دي كوره. حاجه غريبه والله. يا جماعه مساء الفل، ويا رب نشوف الفرقه العربيه زي ما احنا دلوقتي كلنا فخورين بمحمد صلاح ومحرز، وبنقول محمد صلاح قاب قوسين او ادنى منه بأحسن لعيب في العالم في اي وقت من الاوقات. ليه لا ما يبقاش فرقه من الفرق العربيه توصل للكلام ده؟ انا شايف فرقه المغرب دلوقتي عندها لعيبه كوره ناقصهم حاجات، وحاجات بسيطه جدا، ويعدوا الدور الثاني عادي ويوصلوا لقبل النهائي عادي. وغانا مش احسن من المغرب عشان توصل سيمي فاينال، لولا لمسه سواريز على خط المرمى كان غانا في سيمي فاينال 2010. ليه ما يعملهاش المغرب؟ ليه لا؟ ليه يا عم تكبح طموحي في اني اشوف فرقه عربيه مسلمه موجوده في احسن اماكن العالم في البطوله الاعظم في تاريخ الكوره؟ ما براحتي يا سيدي، يا عم انا حر. فخر العرب، فخر. دي كانت بترن لما بيقولها رؤوف خليف على محمد صلاح، انتشرت انتشرت ورنت، وبقى محمد صلاح موجود في كل حته في العالم. السعوديه قلبت الدنيا لما كسبت، لما كسبت الارجنتين كل العالم كان بيتكلم على السعوديه. ما نعمل كده مره واثنين وثلاثه. مضايقكم في ايه ده؟ مزعلكم في ايه؟ الحقيقه انا مش عارف. شابوه لكل حد بيلعب كوره وبينتمي انتماء خالص للفرق العربيه اللي بتلعب كاس العالم، وكمان الفرق الافريقيه. انا مش بس بشجع الفرق العربيه، لا بشجع الفرق الافريقيه. الكاميرون لما تلعب قدام البرازيل وفرصتها 2% هشجع الكاميرون. لما الفرق العربيه والافريقيه تخرج ساعتها ابقى ابص لحد تاني، مفيش عندي مشكله. انا بشجع انجلترا من 98. الناس تقول لك خلافات سياسيه، والناس تقول لك ازاي ده مغتصبين لحقوقنا. انا يا جماعه بتكلم في كوره، بتكلم في كوره، كوره بس، والله كوره، ماليش دعوه بالحواديت دي. لكن انا لما تيجي انجلترا، انجلترا تلاعب تونس هشجع انجلترا؟ يدوسهم 100 قطر بتوع انجلترا، انا مالي، انا هشجع تونس. هولندا هتلاعب قطر، انا هشجع هولندا لاجل عيون بيركامب؟ لا يا عم انا هشجع قطر، انا حر يا سيدي. هل بقى بعد كاس العالم ما يخلص لما هلاقي فان دايك بيلعب مش هسقف له لما يعمل حاجه حلوه وتقول لي ما تخليك في المعز علي؟ يا عم انت مالك؟ ايه اللي جاب ده لده؟ الانتماء يا صديقي. ما تسيب الناس تفرح، تسيب الناس تشجع زي ما عايزه، سيب الناس تقول اللي هي عايزاه. انا مصري الجنسيه، عربي الهويه، مشجع ومنتمي ناديه النادي الاهلي المصري 100%. ما عنديش اي مشكله اطلاقا ان انا اكون بحب نادي تاني او ميال ليه، وانه ما يكونش جاي على مصلحه النادي اللي بشجعه. ساعتها الناس ممكن تزعل مني وتقول ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني هل ينفع يبقى الاهلي بيلاعب الرجا وانا اروح مشجع الرجا؟ اكيد لا، اكيد لا. نفس الامر، هل ينفع تكون المغرب ولا الجزائر ولا تونس ولا مصر بتلعب قدام احسن فرقه قدام البرازيل واروح مشجعهم عشان بحب نيمار اكتر من قفشه؟ مش منطق يا جماعه، مش منطق والله. رغم ان اللي انا بقوله ده مش منطق، وي وي وي. انت بتشجع الفرق الاوروبيه براحتك، ولكن سيب اللي بيشجع الفرق العربيه يفرح يا اخي. ما تسيبنا يا عم يومين براحتنا، انت متضايق في ايه؟ يلا صباح الفل او مساء الفل. يعني حبينا كده نفرفش مع بعض قبل ما نخش في اجواء المباريات بتاعه النهارده في كاس العالم. صباحكم فل لو شفتوا الفيديو الصبح، مساءكم ورد لو شفتوا الفيديو بالليل. سلام عليكم.